مثل ما أغلبنا بيعرف وجودنا ضمن مكان عمل بيحتم علينا التعامل الدائم مع مدراءنا وحتى مع زملائنا، وهالشي مو مجرد شيء عابر وإنما هو مهارة مهمة جدا ومطلوبة، وممكن ينعكس عدم امتلاكها سلبيا على إنجازنا خلال العمل. على فكرة حتى يا مشلين، إذا أنا شغلي ما بيتطلب احتكاك مع زملاء العمل بس كمان بيتطلب احتكاك مع الزبائن، بيتطلب أنا أداء وظيفي مع مدرائي بالهرم التنظيمي، فأنا مضطر أتعامل مع العنصر البشري. أثبتت دراسة أنه 57% من أصحاب العمل بيدوروا على الأشخاص اللي بيمتلكوا المهارات الشخصية أو حسب ما يطلق عليها بالترند الأخير السوفت سكيلز أو المهارات الناعمة. أكثر حدا بيبحث عن المهارات الناعمة هنا الأشخاص يلي بيرتبطوا بالتعامل مع الأزمات، بالتعامل مع ضغوط العمل، وأيضاً مع الأشخاص إن كان ببيئة العمل الداخلية أو الخارجية. شو منقصد بالمهارات الناعمة وكيف نقدر نوظفها بالسيفي تبعنا وبمكان عملنا؟ رح نعرف كل هالتفاصيل مع ضيفنا رواد نعمة، استشاري بإدارة الموارد البشرية. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك نوري. أهلا وسهلا فيكم. يا هلا. صباح الخير رواد. أهلا وسهلا فيك معنا لليوم. يعني ببداية الحلقة كنا عم نحكي أنا وورد قديش مهم أنت وقت تروح تعمل كورس تنتبه مين الشخص اللي عم بيعطيك هذا الكورس والمهارات اللي رح تحصل عليها، بعيدا عن فكرة الشهادة يلي نحن بدنا ناخدها. أغلبنا بفكر بفكرة إنه الشهادة اللي بدي أخدها لأنه أنا بدي حطها عندي على السي في بشان وقت أقدم على شغل يشوفوا أنا شو عملت. صحيح. ولكن بالمقابل يمكن يكون أنا ما اكتسبت ولا مهارة من المهارات اللي لازم اكتسبها. عم بيحكي عن المهارات الناعمة أو المهارات الشخصية. في كتار أشخاص يمكن يقولوا لك شو هاي مهارات ناعمة، شو هاي مهارات شخصية، شو فينا نقول لهم عن هذا المفهوم؟ تمام. هلا أول شيء لنعرف المهارة ونميز بين نوعين من المهارات. المهارة هي عبارة عن مجموعة من المعارف، القدرات، الإمكانيات التي تكتسب من خلال التعلم، اللي بتمكن الشخص إنه يؤدي مهمة، يعني يؤدي نشاط أو مهمة معينة بنتائج وتحقيق النتائج المرغوبة المطلوبة منه. تمام. هون بيفرع عنا نوعين من المهارات. في مهارات اسمها الهارد سكيلز أو إذا بنسميها التكنيكال سكيلز، المهارات التقنية. هي المهارات هي مهارات نوعا ما فيها معايير، فيها شروط، وفيها نتائج واضحة، ويتم اكتسابها غالبا من عمليات التعلم، الإديوكيشن سيستم، يعني عمليات التعلم الرسمي أو الدورات التدريبية. على سبيل المثال نذكر دورات البرمجة، دورات اللي لها علاقة ببرامج الكمبيوتر، الدورات اللي لها علاقة مثلا بالمهارات التقنية، خلينا نقول حيز مجال الإعلام، إعداد والتحرير والتقارير الإعلامية. هاي مهارات اسمها هارد سكيلز. تمام. إعداد الرواتب مثلا، تسجيل القيود المحاسبية للمحاسبين. أما السوفت سكيلز على سبيل المثال هي مهارات تجي من الشخص نفسه، صحيح تجي مكتسبة ولكن هي منها موضوعية. يعني أنا ما في معايير بتقول لك إنه هذا الشخص معايير متفق عليها ملموسة عليها. ما لا ملموسة تماما. وبالتالي أنت ما فيك تقول على هذا الشخص مثلا اليوم إذا عم نحكي مهارة التواصل، عم نحكي مهارات التحليل، عم نحكي اليوم مهارات حل المشاكل، حل النزاعات، التعاطف، إذا نحن الثلاثة عم نشوف نفس الشخص كل واحد منا بيقيمه بطريقة والله أنا شايف هذا الشخص عنده تواصل جدا ممتاز، تواصل لفظي، بس بالنسبة لشخص ثاني بيقول لك لا هذا التواصل اللفظي تبعه غير مو بيناسبني، لأنه النتائج المرغوبة بالنسبة لنا نحن الثلاثة خلينا نفترض هي غير موضوعية، وبالتالي ما فيني قيسها بشكل أساسي، وهي بتنعكس غالبا بسلوكيات الفرد. المهارات هلا نحكي نميز بيناتهم أو نحكي الفرق بيناتهم، خلينا نشبهها، خلينا نفترض عندي اثنين مهندسين عمارة، اوكي هذول الاشخاص حيتعلموا شو هي اصول الرسم المعماري وشو هي الشروط اللي فيه، كيف بيعملوا على سبيل المثال تصدير، شو هي القياسات المطلوبه والى اخره. ولكن يمكن نحن نشوف المهارات التفكير الابداعي اللي هي سوفت سكيل، اللي هي يمكن هون ساعتها يتميز شخص عن شخص اخر. هي حتجي مكمله، لا خلينا نسميها مثل طبقه، في عنا اذا بنشبهها بكره، تمام، في عنا اللب هي الهارد سكيلز، وفوقها حتجي السوفت سكيلز اللي بتعطي الادفانتج لها. تماما. كثير حلو هذا الكلام. وفي عنا شيء علم إدارة الموارد البشرية اسمه organizational behavior، سلوك التنظيم. 100%. يعني هذا الإنسان ضمن المنظمة كيف رح يتصرف، كيف رح يشتغل مع التيم وورك، هل صح. هو عم يخدم فلسفة المنظمة ولا هو لا متعنت ببعض الأمور، وهي الشيء بيرجع للسوفت سكيلز تبعه. 100%. فكل ما كان عنده سوفت سكيلز أفضل وبدرجات أحسن بما يتناسب مع ثقافة الشركة، كل ما بيكون هذا الشخص أكثر فعالية بعمله. طيب شو أهم المهارات الناعمة اللي لازم أحرص أنا كطالب جامعي مثال أو كجديد بسوق العمل إني أمتلكها، وكيف بمتلكها؟ طيب جميل. هلا هنحكي إدارة وقت، تمام، هنحكي المهارات التحليلية، حل المشاكل، التعاطف، خلينا نقول إذا منشيل المستوى الأعلى الذكاء العاطفي، هن من المهارات اللي كتير عم تنطلب حاليا بسوق العمل اللي عم نحاول نلاقيها بالأشخاص. دافعية، الوعي بالذات، هالأمور كلها. تماما. الوعي التنظيمي، الوعي بالعلاقات، التحكم بالمشاعر، وبنفس وبالأخير خلينا نقول القدرة على التعلم، learning ability.
فاليوم هي المهارات كيف بنكتسبها؟ بالبداية أول شيء أهم شغلة طول الأشخاص، حدد شو بدك المهارة اللي تطورها بالأولوية. كيف بدي أعرف؟ تمام، هلا اليوم بدي اعرف هذا الشيء عن طريق اني اعمل، في اليوم ادوات موجوده على الانترنت، واليوم فيني اخذ اعطيك ادوات كثيره، في ادوات على الانترنت بقدر اعمل اسسمنت لحالي، اذا بكتب اونلاين اسسمنت او تقييم ذاتي لمهاره اكس بيطلع لي ادوات، صحيح يمكن مصداقيتها منها كثير عاليه ولكن تعطيني مؤشر بسيط اقدر ابلش فيه، بشوف شو المهاره اللي عندي انا مطلوبه، وين انا قوي، انا مثلا خليني اقول يمكن اطلع بتقييم بعض المهارات، او اذا اجيب كتاب لاداره الوقت في تقييم بالبدايه بيجي فيه، اطلع باداره الوقت عالي معناتها اوكي عندي مهارات اداره الوقت، يمكن هي ملكه ذاتيه اكتسبتها من تعلم الاسره، من المدرسه، من الجامعه، قدرت اكتسب هذا الشيء من تعرضي لمواقف حياتيه، لانه برجع بقول هي شغلات تكتسب بالخبره طبعا. وبس اطلع عندي مثلا عندي مهاره الذكاء العاطفي ضعيفه، قريت جبت كتاب لدانيال جولمان مثلا بالذكاء العاطفي وقريت عملت فيه التقييم بالبدايه طلع عندي ذكاء عاطفي منخفض، اوكي الاولويه تبعي معناتها الذكاء العاطفي، حددت اولويتي يعني عرفت وين نقاط الضعف اللي لازم اشتغل عليها بناء على الخمسه المهارات اللي حكيتهم. هون اهم شغله انا بدي يكون عندي تقبل للنقد، بمعنى يعني انا بدي احاول اشوف الشخص بثق فيه، شخص بيكون صريح معي يعطيني نقد، يشوف شو السلوك، عم نحكي اذا انا طالب جامعي سلوكياتي كيف تغيرت، يعني بتفق انا وياه المفروض انا هلا عم بحاول اتعلم الذكاء العاطفي، جبت كتاب بدي اقرا عنه او عم بحضر كورس اونلاين او حضرت دوره تدريبيه بمكان معين، انا المفروض بعد هالدوره مثلا يا اخي انا تصير عندي تحكم اكثر بمشاعري، يصير عندي وعي ذاتي اكثر فيني وبحالتي العاطفيه، المفروض اعرف اتعامل مع الاشخاص اللي حواليه بناء على مو بناء فقط على عاطفتي بل بناء احكم عاطفتي وعقلي بنفس الوقت، اتفق معه هذا الشخص على السلوكيات المرغوبه وبنفس الوقت يعمل معه كل فتره وفتره بانه خاصه بكون قريب منه يساله كيف شفتني كيف كذا، وبده تكون متقبل للنقد لانه نحن صراحه ما حدا بيقول عن زيته عكر، اذا نقول بالمثال العامي ما حانقد حالي تمام. اثنين بدي احاول على طول اقرا عن هذا الموضوع، ومو بس خلص قرايته اقعد افكر كيف فيني اقلب هذا الشيء، ما هو عم بيحكي لي سلوكيات، شو في سلوكيات عندي انا كيف فيني اقلبها كيف فيني اغيرها، بس بلش ب خلينا نقول مايلز ستونز بسيطه، يعني ما فيني الذكاء العاطفي طبقه كله فرد مره تمام. انا كنت حقولها خاصه من هذا الترند الايموشنال انتليجنس، هذا موضوع تراكمي، موضوع 100% مكتسب، موضوع يحتاج بدايه للوعي بالذات صح. والاقتناع انه انا فعلا بنفعل بسرعه، فعلا انا ما فيني يا مشلين انه اسمع كلمه مثل ما ذكرنا بالبدايه ما تاثر فيني صح. اثنين اهم شغله اخذ مبادره، والمقصود بالمبادره اني انا ما اضلني قاعد بمنطقه الراحه تبعي زي ما نسميها، فوت بتجارب جديده، اخذ تاسكات جديده اذا انا عم بشتغل، فوت بتجارب تطوعيه اذا انا ما عندي هالفرص، هي التجارب برجع بقول هي شيء مكتسب وبتكتسب خاصه المهارات الناعمه تكتسب من الخبرات، اذا ضليتني انا قاعد مرتاح ما عم بجرب شيء جديد حضلني انا قاعد ورا. على سبيل المثال احكي مثال شخصي، انا شخص مهارته التحليليه بالارقام ضعيفه، كانت عندي اياها واحده، ليش انا زلمه كان عندي بكره الارقام، بخاف من الارقام، مع اني بحب الرياضيات، يعني مدرسه كانت علامتي 60، ولكن انا افهم الرقم شو بيعني، كانت عندي اياها صعبه، جبرت حالي شوي شوي اني بدورات وبنفس الوقت اني اخذ تجارب اكثر بالشغل، تجارب اكثر بالحياه، اني انا طبق شيء له علاقه بتحليل البيانات، بس انا ماني خبير، بس انا عندي شوي نوعا ما المبادئ اللي بتفكر بشغلي. صرت اقرا فيجرز قدامي، صرت افهم شو نتائج افهم معناها، فاليوم برجع بقول هدول الثلاثه بالبدايه، حدد اولويتي، كون متقبل اكثر للنقد من اشخاص حوالي، اتعلم وحاول فكر كيف انا هذا الشيء اللي تعلمته طبقه بالحياه، واخيرا وليس اخرا اني اخرج من اخذ مبادره واتعلم شغلات جديده وفوت اكثر بما خلينا نقول خارج منطقه الراحه أوكي. تبعي لحتى اقدر المعرفه اللي اكتسبتها أن على ارض الواقع. طيب. رواد الهارد سكيلز ممكن انا احطهم بالسي في بالسيره الذاتيه تبعيتي، وانه الاتش ار هو وقت بده يعمل انترفيو معي بيقراهم بيعرف انا شو الدورات وشو هي الشهادات اللي اخذتها. طيب السوفت سكيلز انا ممكن اكتبهم بالسيره الذاتيه ولا لا ما راح يبينوا غير وقت الاتش ار راح يعمل معي انترفيو؟ فيني اكتبهم ولكن في حرفه لكتابتهم، بمعنى يعني فيني اقول انا اي هاف فيني اقول مثلا على سبيل المثال نحكيها باللغه العربيه وباللغه الانجليزيه communicating ideas easily and smoothly، هاي سكيل لها علاقه بمهارات التواصل، بس انا كتبتها بطريقه اكشن تمام، يعني انا استطيع ايصال الافكار بطريقه سلسه وبسيطه. طيب الفكره اللي هون بدنا نحط عباره بتكون جمله شوي طويله، لو طويله شوي، وين اكتسبت هاي المهاره؟ اكتسبت هاي المهاره من خلال مثلا تعليمي دروس خصوصيه لطلاب جامعتي خلال مرحلتي الجامعيه. فانا شو عم بقول له الاتش ار هون؟ عم بقول له انا عندي هاي المهاره وفي عندي مجال معين اكتسبته منه، فبقدر اذكرها بهالطريقه تمام. نوعا ما كثير احيانا بعمليه البحث بالسيره الذاتيه بندور على شخص عنده هاي المهاره، يعني اليوم ببرامج توظيف معينه او عن طريق حتى الوورد او عن طريق حتى الاكسل احنا بنارشف السيفيات، فبس اعمل سيرش على السي في ممكن بدور على هاي الكيورد بدي حدا عنده جود كوميونيكيشن سكيلز، بعمل له تشيك
تطلع عندي. فاللي ذاكر موضوع العلاقة بالكوميونيكيشن وكيف مكتسبة هذا اللي بيعطيه الادفانتج. بس يا رب ما تكتبها إذا أنت ما عندك إياها يعني هلا رح تبين. إحدى الشغلات اللي على طول الأولى بعملية خلينا نقول رسم المسار المهني للأشخاص تعمل ليست، أنا بعطيهم ليستة بالمهارات شو المهارات فيك تكتبها. قبل ما تكتبها أعمل تمرين اسمه جوهاري بوكس. شو هو الجوهاري بوكس؟ شغلته كثير حلوة وبسيطة. أنا بحط شو كيف شايف حالي بهدول المهارات وبخلي حدا يكتب هو كيف شايفني. مو غلط اخذ اكثر من حدا يا عين عليك. وبشو بعمل؟ بعمل ماتشنج بيناتهم، يعني بيطلع عندي في شغلات انا والاشخاص متفق انه عندي فعلا انا شايف حالي صح مثل ما انا 100%. هدول الشغلات انا عندي اياهم صح، معناتها انا وياهم متفقين، انا عندي وعي ذاتي والاشخاص بيشوفوا هذا الشيء فيني. في شغلات ممكن الاشخاص انا شايفها بحالي بس مو شايفينها هن فيني. مثلا ممكن انا اقول انه انا شاطر بحل المشاكل، اشخاص تعمل كل شيء ما تلاقيني شاطر بحل المشاكل. إيه؟ معناتها انا هون هذا الشيء، انا هون عندي نوعا ما نظره ذاتيه، نظره ذاتيه مختلفه الواقع. الشيء اللي حلو اكثر شيء ببين فيها شيء اسمه البلايند سبوت، يعني اشخاص مثلا شايفيني دقيق بالمواعيد، انا مو شايف عندي مثلا خلينا نقول اداره بالوقت. سنع بقوله رواد عنده اداره بالوقت، معناتها هي بلايند سبوت، معناتها انا شيء مو شايفه فيني. خليني اخذ امثله اكثر منهم، خليني هي نقطه برجع بحطها بالسيفي. فهدول اللي بيطلعوا اللي بيطلع اتفاق بيني وبين الاشخاص فيهم، والبلايند سبوت اللي انا الاشخاص شايفينه فيني انا مو شايفه بحالي، يمكن انا يمكن معتبرها هي الشغله مستسخفه احيانا عاديه. فهدول الشغلات هن اللي بذكرهم بالسيفي تبعي، لانه اليوم شو حيصير بالمقابله؟ حيجيني حدا كاتب لي انه هو جود تايم مانجمنت، والله في الساعة واحدة الظهر مثلا وبعدين ما بيقدر يخلص مهامه جاي متأخر على الانترفيو كمان على سبيل المثال. بغض هدول مثلا بنتبه لهم كانديكيتر، بس خلينا نفترض انه اتأخر على الانترفيو وفايز الساعة واحدة، دور عادات سلوكية معينة بس بدي اشوفه بالشغل فبسأله سؤال على سبيل المثال. هون بين الشطارة بالانترفيو. لو فرضا اليوم اجاك اكثر من طلب من مديرك بنفس الوقت وبده اياهم يخلصوا بنفس اليوم، شو بتعمل؟ تمام، اعطيني حل هالمشكله. تماما. او مثلا بيجي بقول له اذا طلب منك تحط خطه عمل اليوم لانجاز مشروع معين، شو بتتصرف بهي الاسئله اللي انا عم بساله؟ بسموه سيتويشنال كويستشنز، بحطه بحاله معينه وهي الحاله بطلب منه كيف يتصرف فيها. هون انا بشوف اذا عنده هي المهاره بيعرف فيها ولا لا. مو السؤال الاصعب ممكن اقول له احكي لي عن مره طلب منك تحط خطه عمل لفريق او لانجاز مشروع معين. بتشوف حالك بعد 5 سنين؟ هذول ما بسالهم، هذول انا ما بحبهم، انقرضوا كثير، هذول ما بحبهم، هذول صاروا كثير اولد سكول حلوين ولكن اولد سكول. بستخدمهم هيك بتخليني اقول مثل مقبلات احيانا. انا بعرف بقول لك امتى بنستخدمهم هدول، مثلا اذا كان تحصيل حاصل، يعني انه هاي شكليه بدك تخلص هيك انه شيء عادي روتيني. بس بيهمني الاسئله اللي بسميها بيهيفيرال سيتويشن السلوكيه، اللي بيطلب من الاشخاص الشخص يذكر لي مواقف هي المواقف لها علاقة بمهارة معينة. احكي لي عن مرة صار بينك وبين زميل نزاع، تمام، هون شوف هذا الشخص قادر يتعامل مع كيف تصرف فيه سابقا. او بقول له على سبيل المثال بعطيه حالة وبقول له لو فرضا اجى عندك زميل وتخانق معك وسبك وعيط، هون بشوف اذا هذا الشخص قادر يضبط انفعالاته على سبيل المثال وكيف حيتصرف فيها. يعني وصدقوني في عالم بتقول لي العالم بتقدر تجاوب جواب تقليدي، اي صح، بس هذا الجواب التقليدي هو معناته بيعرف شيء منيح. بس مو في اشخاص بتجيني اجابات انا صراحه بتركه وبروح لعند، زي السؤال هذا مثلا بالذات اللي تذكرته، بتركه وبروح لعند مدير بخبره. هذا الشخص اليوم ما قادر يحل النزاعات بينه، تمام، فبده يوجع له راسه للمدير كل ما صار دبيب للنمله. ما ضل غير نتشكرك كثير لوجودك معنا، وفعلا معلومات مهمه لازم كل حدا حابب يفوت على سوق العمل او عم يجهز حاله لهالموضوع، او اذا هو في سوق العمل ممكن يعدل من سلوكياته. اهلا وسهلا فيك. يعني تخيل ورد اصعب فحص مو بالجامعه، هدول كلهم تنسوهم تبع الجامعه، انك تفوت عند اتش ار، واتش ار معلم يكون مثل استاذ رواد. اهلا وسهلا فيك استاذ، شكرا لك، شكرا لكم لاستضافتكم.